الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية غدا أمام الرئيس السيسي، وتحسين الخدمات للمواطن وتشجيع الاستثمار في صدارة الأولويات. رئيس مجلس الوزراء يعلن عن مشروع استثماري في الساحل الشمالي الغربي باستثمارات بلغت 21 مليار دولار. واشنطن تؤكد العمل مع القاهرة والدوحة لوقف إطلاق النار في غزة، وتجدد التزامها بدعم مقترح بايدن للهدنة في القطاع. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أفاد مصدر حكومي بأن مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة ستتم غدا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، يعقبها اجتماع للحكومة الجديدة. وأشار المصدر الحكومي إلى أن التغيير الوزاري يشمل نحو 20 حقيبة وزارية وعددا من المحافظين، ويشهد تغييرا شاملا ودمجا لوزارات واستحداث لأخرى، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا وأكد المصدر الحكومي أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار. كما أضاف المصدر أنه سيتم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية. أعلن مصدر حكومي مطلع أن الحكومة الجديدة ستشهد تغيرات شاملة في المجموعة الاقتصادية. أضاف المصدر أن حقائب التعليم والتموين والمالية والزراعة والعدل والتضامن الاجتماعي والبترول والكهرباء في مقدمة الوزارات التي سيتم تغييرها. في السياق، كشفت جريدة الوطن عن إسناد وزارة التموين لشريف فاروق، والأوقاف لأسامة الأزهري، والتضامن الاجتماعي لمايا مرسي، فيما كشفت جريدة الدستور عن إسناد وزارة الإسكان لشريف الشربيني، والمالية لأحمد كوجك، فيما كشفت جريدة اليوم السابع عن اختيار السفير بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية مع ضم الهجرة، واختيار المستشار محمود فوزي لحقيبة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كما كشفت عن تغيير محافظي القاهرة والإسكندرية والأقصر. فيما كشفت أكسترا نيوز نقلا عن مصادرها إسناد وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لحسن الخطيب، ووزارة العدل لعدنان الفنجري، ووزارة الطيران لسامح الحفني. كما أعلنت أن حركة المحافظين تشمل محافظات القاهرة وشمال سيناء والغربية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس وبورسعيد، وأن التغيير الوزاري سيشهد تعيين أكثر من نائب لرئيس الوزراء. We'll be right back.
تنتظر الحكومة الجديدة ملفات عديدة وتحديات مهمة، أبرزها الأزمة الاقتصادية، فضلا عن التهديدات التي تحيط بالأمن القومي المصري، وهو ما يستوجب من الحكومة الجديدة العمل الجاد غير التقليدي لتخطي هذه التحديات. ملفات متعددة ومهمات حيوية تنتظر عملا جادا من الحكومة الجديدة للانتهاء منها في ضوء ما يتطلع إليه الشعب المصري العظيم من مواصلة مسيرة التنمية الشاملة والإصلاح الهيكلي التي تليق بالجمهورية الجديدة. الأمن القومي المصري يتصدر الأولويات، وذلك في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتفاقمة، وهي أمور اعتادت مصر على مواجهتها، ويتطلع الشعب المصري لاستمرار النجاح في هذا الصدد باعتباره ضرورة لما بعده من ملفات تشمل تعزيز المشاركة السياسية وإيلاء الاهتمام الكافي لملفات المتعلقة بنمط معيشة المواطنين. تعاقب الأزمات الاقتصادية العالمية فرض على مختلف الدول تحديات تستوجب إعادة ترتيب الأولويات الداخلية وأوجه الإنفاق، وهو ما يتطلع المواطن المصري لاستمراره ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي الناجحة التي أطلقتها الدولة بنهاية عام 2016 وتحقق أهدافها، وعلى رأسها تعزيز جذب الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص وبذل مختلف الجهود لخفض معدلات التضخم وأسعار السلع وضبط الأسواق في إطار التطوير الشامل للأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات. ومع اعتماد مصر بناء الإنسان استراتيجية أساسية لتحقيق المستهدفات، يتطلع المواطنون لاستمرار تعزيز الاهتمام بملفات الصحة والتعليم والثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني، بما يضمن ترسيخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي، وهي أسس لا غنى عنها لبناء الوطن. ويرتبط بناء الوطن بعوامل أخرى، من بينها مواصلة العمل على تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة في كامل أنحاء الجمهورية، خاصة تلك المتعلقة بالحماية الاجتماعية وتحسين حياة المواطنين، وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتكافل وكرامة، إضافة إلى مختلف مشروعات الإسكان الموجهة لمختلف فئات المجتمع. التغير المناخي وما يرتبط به من زيادة معدلات ارتفاع درجة حرارة الأرض يسهم في تعزيز وعي المواطنين بارتباط ملفات البيئة والطاقة، وهو ما أدركته الدولة مسبقا، وكانت استضافتها لمؤتمر كوب 27 ومبادرة 100 مليون شجرة ضمن دلائله، وتتعاظم مستهدفات المواطنين بشأنه عبر زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتسريع وتيرة التحول الأخضر مع حل أي مشكلات طارئة بشأن السيطرة على فقد التيار الكهربائي. ملفات عدة، ويبقى الشعب المصري هو الرقم الذهبي في آلية تنفيذها، ذلك الشعب الذي يدرك تمام الإدراك ما تمر به المنطقة والعالم من أزمات قد تؤدي إلى بعض المشكلات العارضة، ويعي أيضا بما يتربص الوطن من مخاطر، فتجده يضع دوما ودون تردد مصالح الوطن وأولوياته فوق كل اعتبار. وللمزيد من المتابعة حول الحكومة الجديدة ينضم إلينا هاتفيا الخبير الاقتصادي الأستاذ محمد أنيس. أستاذ محمد، ساعات قليلة تفصلنا عن حلف اليمين للوزارة الجديدة، ماذا ينتظر من أولويات لهذه الوزارة وفق اهتمامات وأهداف المواطن المصري؟ مساء الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين الكرام. الحقيقة طبعا يعني احنا في الفترة الماضية يمكن كان في تأثيرات خارجية كثيرة جدا أثرت على النشاط الاقتصادي ونمط الأداء في الثلاثة أعوام الماضية، وبالتالي ده محمل الحكومة الجديدة بمجموعة من التبعات ومجموعة من الأعباء. ولكن أنا يهمني أن احنا نركز على الأمور الاستراتيجية الكلية، فأنا هحاول أن أنا أختصر الأمر في ثلاث أهداف رئيسية أو ثلاث يعني معايير للقيادة. واحد هو أن تكون الحكومة هدفها الاستراتيجي الاقتصادي الأساسي هو خمس كلمات: استثمار أجنبي مباشر مستهدف التصدير، يعني اجتذاب استثمار أجنبي مباشر مستهدف التصدير. وأنا لما بتكلم بحاول أن أنا أكون دقيق في النقطة دي، بمعنى أن أنا ما بتكلمش على الاستثمارات الخارجية اللي تكون مستهدفة السوق المحلي،
ولا بتكلم مثلا على الاستثمار العقاري، لكن انا بتكلم على الاستثمار الصناعي اللي يكون مستهدف التصدير والاسواق الخارجيه، لانه ده اللي هيحل المشكله الرئيسيه اللي موجوده عندنا اللي متوارثه بقى لها 100 سنه اللي مرتبطه بالميزان التجاري وباننا بنستورد اكتر ما بنصدر. نعم. وبالتالي ده لازم يكون هدف رئيسي وصلب الاستراتيجيه الاقتصاديه للحكومه اللي هو الاستثمار الاجنبي المباشر المستهدف للتصدير. نعم. ده اولا. ثانيا وهو العوده بمعدلات التضخم الى مستوياتها الطبيعيه ونصل للمستوى 7% سريعا من المستويات الحاليه. صحيح ان معدلات التضخم بدات تنخفض في اخر 5-6 قراءات وماشيه في مسار نزولي، ده امر جيد، لكن لن يستمر هذا المسار النزولي الا اذا استمر حاله الانضباط في السياسه الماليه للحكومه، وبالتالي الحكومه الجديده هتبقى مطالبه ان هي تحافظ على الخطوات اللي تم اتخاذها في الأشهر الماضية وتستمر في الانضباط المالي حتى نتمكن من الوصول بمعادلة التضخم إلى المستويات الطبيعية بتاعتها في حدود 7%. الأمر الثالث وهو على مدار من 3-5 سنوات يتم تخفيض مستويات الدين أو نسبة الدين العام، نسبة الدين الكلي ورقم الدين الخارجي، بحيث أن احنا نصل إلى معدلات مقبولة وما تحملش الموازنة العامة أعباء على المدى المتوسط. نعم. كيف تعول إذن على الأسماء الجديدة والحقائب الوزارية التي تم الإعلان عنها في بعض وسائل الإعلام، وماذا تنتظر من تفكير خارج الصندوق إذا جاز التعبير في هذه المرحلة؟ هو الحقيقة أنا دايما في موضوع التشكيل الحكومي بتعامل مع كل الأخبار المسبقة دي على إن هي يعني اجتهادات صحفية وإعلامية للمؤسسات الإعلامية والصحفيين، وبنتظر دايما التشكيل الرسمي، الإعلان عن التشكيل الرسمي وحلف اليمين. لكن بشكل عام هو طبعا بكل تأكيد تم بذل الكثير من الجهود في على الأقل تقدير يعني على مدار الشهر الماضي للبحث عن أفضل الأسماء وأفضل تشكيل، وأنا أتمنى بكل تأكيد أتمنى منتهى النجاح للحكومة وأتمنى منتهى التوافق والنجاح للمجموعة الاقتصادية بتشكيلها الجديد، ويكون في شكل من أشكال التعاون والتواصل بكفاءة أكبر ما بين اللي بيخطط مثلا بشكل يعني أكاديمي سواء كانوا موجودين في وزارة التخطيط مثلا أو خلافه، وما بين اللي مسؤولين على التواصل مع مجتمع الأعمال زي هيئة الاستثمار وزي وزارة الاستثمار إن عادت. مهم جدا ان يكون في هذا التفاعل بحيث ان يكون في افضل ادخال لمدخلات الفكريه اللي مرتبطه باحتياجات السوق واحتياجات المجتمع الاعمال في المتطلبات التنفيذ وفي الاجراءات الحكوميه اللي بتتخذ عبر الوزراء. نعم، اشكرك جزيل الشكر الاستاذ محمد انيس الخبير الاقتصادي. الوزراء مصطفى مدبولي أن الساحل الشمالي يمثل إحدى الأيقونات الكبرى للدولة على صعيد جذب الاستثمارات المباشرة، وخلال مؤتمر صحفي للإعلان عن مشروع شراكة استثمارية جديدة بقيمة 21 مليار دولار، أشار مدبولي إلى سعي الدولة لاستغلال الساحل الشمالي كوجهة هامة لتعزيز القطاع السياحي في مصر. النهاردة الحقيقة يوم جميل جدا ان احنا نعلن عن مشروع اخر على الساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية، اللي احنا بنعتبره الحقيقة بمنتهى الامانة واحد من الايقونات الكبيرة ان شاء الله اللي من شأنها ان تكون نقاط جذب للاستثمار الخارجي المباشر، والاهم انها تكون مقصد سياحي عالمي على مستوى العالم وعلى مدار السنة. ودائما كان يقال من عدد كبير من الخبراء احنا ليه ما بنستغلش الساحل الشمالي بالصورة المناسبة، وان اللي حصل قبل كده انها تحولت الى يعني بيوت بتبقى بتشغل فقط في شهرين 3 في السنة بالكتير، وبعد كده الاماكن غير مستغلة. وعشان كده كانت الدولة حريصة جدا
ويمكن أعلننا هذا الكلام في إطار رؤيتنا لمصر 2030 وفي إطار المخطط الاستراتيجي القومي لمصر، إن إحنا بنقول إن الساحل الشمالي لمصر هو الوجهة اللي هتكون الدولة تركز عليها أولا لتعظيم قطاع السياحة وخلق عدد كبير جدا من الغرف الفندقية والسياحية في هذه المنطقة اللي من شأنها إنها تضاعف عدد السياح اللي بيجونا في مصر، والأهم إن هذه المنطقة بظروفها المناخية وبطبيعة أرضها هتكون واحدة من أهم النقاط اللي ممكن إن احنا نوطن فيها الزيادة السكانية المستقبلية لمصر في خلال الفترة الجاية. أعلن رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص يتمثل في مشروع ساوث ميد بالساحل الشمالي، وأوضح رئيس الوزراء أن المشروع من شأنه التكامل مع مشروعات أخرى بالمنطقة كمشروع مدينة العالمين الجديدة لتحقيق المستهدفات. احنا بدأنا كدولة بمشروع مدينة العالمين الجديدة اللي هي مش مدينة سياحية فقط، ولكن هي مدينة بمعنى الكلمة فيها كل الأنشطة. أعلننا منذ فترة بالأمس القريب على واحد من أكبر مشروعات الاستثمار العقاري والسياحي والتنموي المتكامل اللي هو كان مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع الأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة، واليوم احنا بنسعد جميعا أن نعلن عن مشروع آخر وهو مشروع ساوث ميد أيضا على الساحل الشمالي الغربي عشان يتكامل مع كل هذه المشروعات، وعشان نحقق المستهدف اللي احنا كنا بنتكلم عليه لما بنقول ان احنا كمصر قادرة في خلال الفترة القادمة لغاية 2030 ان احنا نجتذب على الاقل ضعف عدد السياح اللي بيجوا النهاردة مصر، احنا مش بنبالغ. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مشروع الشراكة الاستثمارية الجديد بين الدولة والقطاع الخاص والمتمثل بمشروع ساوث ميد يرتبط ارتباطا وثيقا بخلق المزيد من فرص العمل والسكن للشباب. كما أشار مدبولي إلى أن هذا المشروع يضيف زخما لرؤية الدولة وثقتها في المستثمرين المحليين. بنتوقع أن هذا المشروع جنبا إلى جنب مع رأس الحكمة، جنبا إلى جنب مع اللي بيتعمل في العالمين، هيبقى إن شاء الله بنتكلم على ملايين من السياحة الأجنبية اللي هيبقوا موجودين على مدار مصر. الأهم إن كل ده مرتبط بخلق فرص عمل، وإحنا بنتكلم عشان فرص العمل هي بتبقى الحاجة الوحيدة اللي أو الأهم اللي هي بتجذب شبابنا إن يبدأ يجي ويسكن في هذه المنطقة. فمن خلال استيطان واستكمال هذه المشروعات اللي هتمتد لسنوات هيبقى في فرص عمل على طول موجودة مباشرة أو غير مباشرة، وبالتالي هتبدأ تجذب شبابنا إن هم يبقوا موجودين مع المشروعات السكنية اللي الدولة بتنفذها سواء في مدينة العالمين ولكل المستويات أو بعض المدن الأخرى، هيبقى في فرص للسكنة والتعلم والخدمات الصحية وكل الخدمات لشبابنا إن هم يسكنوا ويشتغلوا في هذه المشروعات الكبيرة اللي حضراتكم شفتوها النهاردة. فالحقيقة هذا المشروع بحجم الاستثمارات والمكاسب المتوقعة بيضيف إن شاء الله الرؤية المتكاملة اللي الدولة حطها للساحل الشمالي الغربي. حضراتكم سمعتوا الأرقام، والنهاردة احنا بندي رسالة زي ما كان رأس الحكمة الحقيقة مشروع يعني مع شريك يعني من شركائنا الاستراتيجيين طبعا أشقائنا في دولة الإمارات، وبالتالي يعتبر استثمار أجنبي مباشر. النهاردة الدولة أيضا بتعلن على ثقتها الشديدة في المستثمرين المحليين وقطاع الاستثمار المحلي. قال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة إن مشروع ساوث ميد بالساحل الشمالي يعد نموذجا للاستثمار بين الدولة والقطاع الخاص، وأضاف أن المشروع سيؤدي إلى نتائج إيجابية للاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن المشروع يعد وجهة سياحية عالمية يجذب عوائد دولارية ضخمة إلى الدولة، ومؤكدا قدرة الاستثمار المحلي على تدشين مشروعات تضاهي المشروعات العالمية في ظل خلق بيئة تنافسية بين الاستثمار المحلي والأجنبي. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع ممثلي تحالف سيجنيفاي فيليبس وجيلا لاستعراض عدد من المشروعات الجديدة المقترحة. يأتي اللقاء في إطار جهود الحكومة لجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة إلى مصر من خلال العمل على تبسيط الإجراءات والسعي لإزالة أي معوقات تواجه الاستثمار والقائمة
أو التوسع الجديد لشركات القطاع الخاص في مصر، وذلك إيمانا من الدولة المصرية بأهمية إعطاء هذا القطاع فرصة كاملة لزيادة مشاركته في المشروعات الجديدة. كما شهد اللقاء تقديم مقترح لتنفيذ 4 مشروعات جديدة ومقترحة للتحالف ذاته يصل إلى 100 مليون دولار. شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية مساهمين بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وشركة صندوق مصر للدعم وتطوير التعليم وشركة الأهلي سيرا للخدمات التعليمية، بهدف تأسيس شركة جديدة لتطوير 4 نماذج لجامعات دولية جديدة في مصر. ووفقا للاتفاقية سيتم تأسيس الجامعات الجديدة بالتعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية العالمية المرموقة في كل من كندا وسويسرا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية. من خلال شركاء سيتم الإعلان عنهم فور الانتهاء من توقيع بنود اتفاقيات التعاون ذات الصلة. أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن جموع المصريين خرجت في 30 يونيو ضد جماعات الشر التي أرادت اختطاف الهوية المصرية. وفي مستهل جلسة اليوم أكد المستشار عبد الرازق أن الجيش انحاز لشعبه واستجاب لإرادته، فحمى الله بهذه مصر من الفتن لتبدأ عهدا جديدا من التنمية والازدهار. لازلنا نحتفل بذكرى غالية علينا جميعا، ذكرى ثورة 30 يونيو التي انتفضت فيها جموع الشعب ضد جماعات الشر التي أرادت اختطاف الوطن وطمس هويته، فخرجت الملايين من النساء والشيوخ والشباب متمسكين بالأمل ومستظلين بأعلام الوطن، رافضين للاستبداد والهيمنة، مدافعين عن المبادئ والقيم المصرية الأصيلة. فانحاز الجيش لشعبه واستجاب لإرادته، فحمى الله بهذا مصر من الفتن لتبدأ مصر عهدا جديدا من التنمية والازدهار. لم ولن تتوقف قوى الشر المعادية لمصر عن محاولات إنفاذ مخططاتها الرامية إلى إضعاف هذا الوطن وتفتيته. لذا وجب علينا جميعا أن نكون دائما واعين لذلك، مستمسكين بوحدتنا، مستجمعين قوتنا خلف قيادتنا من أجل مزيد من الاستقرار والتقدم والازدهار لهذا الوطن. حفظ الله مصر ووفق قائدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما فيه خير وعزة للوطن والمواطنين. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة بوكيل سكرتير عام الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذلك دور مصر الفاعل بالتعاون مع الأمم المتحدة لدعم مهام قوات حفظ السلام. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة بالسيد جان بيير لاكروا وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، كذلك دور مصر الفاعل بالتعاون مع الأمم المتحدة لدعم مهام قوات حفظ السلام في ضوء الالتزام بالمواثيق الدولية ومبادئ فض النزاعات والتسوية السلمية بما يعزز ركائز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.
أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على الانخراط بصدق في جهود الوساطة وتسوية النزاعات ودعم جهود تحقيق الاستقرار والتنمية. وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للنسخة الرابعة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بالقاهرة، شدد شكري على حرص مصر على المشاركة النشطة في قوات حفظ السلام وتدريب الكوادر في مختلف المجالات بما يسهم في دعم مؤسسات الدولة الوطنية. يتيح المنتدى الفرصة لتسليط الضوء على دور الشباب الأفريقي في تعزيز القدرة على الصمود ومواجهة التحديات، وكذلك مساهمات المرأة الأفريقية في مواجهة تلك التحديات. سيدات والسادة، لا يفوتني الإعراب عن التقدير لجميع الشركاء الذين دعموا انعقاد المنتدى وما يقدمه ذلك من مثل عملي على التعاون البناء من أجل تمكين دول القارة من تحقيق أمال وطموحات شعوبها، ودليل على إيماننا بأهمية العمل الجماعي والشراكات. إن التاريخ سيتوقف طويلاً أمام تلك الحرب، يسجل بأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجدداً أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. أكدت الولايات المتحدة مواصلتها العمل مع مصر وقطر لسد الفجوات ما بين حماس وإسرائيل والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأوضح نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الوقت للمساواة انتهى وحان وقت وقف إطلاق النار، مشيرا إلى التزام واشنطن بدعم مقترح وقف إطلاق النار الذي طرحه الرئيس بايدن قبل عدة أسابيع، لافتا إلى اعتقاد بلاده بأن هذا المقترح هو أفضل طريق للمضي قدما لإطلاق سراح المحتجزين. So we have seen those reports, Sean. We're not going to get ahead of the investigation. And as we've said, we know that the attack was well coordinated and planned. And everyone who was involved in planning and carrying out this attack. بدورها أكدت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن العمل مع مصر وقطر لوقف إطلاق النار بغزة، فيما أكدت ممثلة اليابان بمجلس الأمن أن الوضع الإنساني في غزة يظل كارثي، مشيرة إلى أنه بتواصل القتال يعاني الفلسطينيون من الجوع والعطش. وخلال كلمتها التي ألقتها بفعاليات مجلس الأمن حول الوضع في غزة، قالت ممثلة اليابان إنه يجب عدم ادخار أي جهد لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن اليابان يعمل على ضرورة إرسال المساعدات إلى غزة. ومن المقرر أن يستمع الأعضاء إلى أحطة تقدمها كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاخ. العديد من التحديات والعقبات التشغيلية، ونكرر دعوتنا إلى تنفيذ جميع التدابير لضمان سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني ويشمل هذا آلية تعمل بشكل كامل لتفادي التضارب فضلا عن الوفاء بالوعود الأخرى مثل الوقفات التكتيكية. ونكرر أيضا دعوتنا إلى إفراج الفوري عن جميع الرهائن والسماح للجنة الصليب الأحمر الدولية بالوصول إليهم دون قيود، إن احتجازهم في أنفاق حماس على مدى الأشهر التسعة الماضية هو أمر غير إنساني ببساطة. ونشيد بجهود مصر والأردن والدول الأخرى وذلك لخفع التصعيد في هذه الأزمة وعقد مؤتمر عمان بالحادي عشر من حزيران يونيو. السيدة كاج، نقدر كثيرا جهودكم وجهود فريقكم ونقدر اتصالاتكم رفيعة المستوى وعملكم في مجال المناصرة من أجل إبقاء الاهتمام العالم بهذه الأزمة الإنسانية. نعتقد أن بدء عمل آلية يمكن يوفر لنا نحن والمنظمات الإنسانية والمانحين لمحة عامة وتحليل المعونة التي تصل إلى غزة وتوزع، ولكن الهدف الرئيسي المتمثل في تسريع إيصال المساعدة الإنسانية إلى كل ركن من أركان غزة
لا يلوح في الأفق. نفتقد إلى العنصر الأساسي لنجاح هذه الآلية وهو وقف الإطلاق النار. السيد الرئيس، إن إنهاء القصف ووقف إطلاق النار لن يكون حل سحري لكل مشاكل المدنيين في غزة، بل سيكون فقط بداية نهاية معاناتهم، فهو لن يؤدي تلقائيا إلى وصول المساعدة الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق، ولن يحد من مخاطر المجاعة، وهو لن يعيد النظام العام تلقائيا، ولن يفتح الأبواب أمام إعادة الإعمار، ولن يسمح تلقائيا بعملية سياسية تؤدي إلى حل الدولتين. بدورها أعربت كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الأعمار في غزة سيغريت غاخ عن قلقها حيال أوامر الإجلاء للفلسطينيين من خان يونس بقطاع غزة، مضيفة أن تدفق المساعدات لغزة مطلوب استمراره عبر كل المعابر بما في ذلك معبر رفح. أن قدرة الأمم المتحدة وشركاء الإنسانيين العمل بشكل آمن في غزة مهم جدا في ظل زيادة المخاطر. ومنذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح وإغلاق معبر رفح في مطلع مايو، فإن حجم المساعدات التي تدخل في غزة وتوزع حولها قد انخفض بشكل كبير. إن الأنشطة العسكرية داخل غزة والافتقار لطرق آمنة يواصل تأثيره سلبا على العملية الإنسانية، وإن شبه انهيار للنظام قد أدى لبيئة يغيب فيها القانون ويزدهر فيها الإجرام، وهذا التوجه المقلق يعيق قدرة الأمم المتحدة على أداء ولايتها. وإن الكثيرين منكم شاهدوا صور تكدس الإمدادات في معبر كرم أبو سالم، وإن الأمم المتحدة قد طلبت إلى إسرائيل إيجاد حلول لتمكين إيصال المساعدات، ويجب أن يصل ذلك كل المدنيين في غزة. أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 37,925 شهيدا، بالإضافة إلى 87,141 مصابا منذ 7 أكتوبر من عام 2023. وفي بيانها اليومي أشارت السلطات الصحية في غزة إلى ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي لثلاث مجازر بحق المدنيين في القطاع، أسفرت عن وصول 25 شهيدا و81 مصابا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة أخيرة. تجمع عشرات الرجال والنساء والأطفال يحملون الأواني وزجاجات المياه حول شاحنات المياه في خان يونس للحصول على حصتهم من مياه الشرب في ظل ارتفاع درجات للحرارة. وازدادت الحشود حول الشاحنات مع وصول مزيد من الفلسطينيين الذين نزحوا بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع إلى منطقة خان يونس. عندي 9 أفراد، بدي أقل إشي 250 لتر بالحد الأدنى، بين جلي وبين مية حلوة مش قادرين، يعني أنا شايف في عجز فظيع في المنطقة، وبعدين آلاف النازحين أجوا من الإقليمي ومن مناطق تانية أخرى، فالمنطقة بحاجة إلى دعم ماس لفحر أكثر من بير للمنطقة، أما في مطبخة على المية من الساعة 5 الفجر حتى المغرب، وإحنا بنجري عشان نعبي قزازة زي هذه لتر مية بشرب فيه 16 نفر عندي في البيت، هذه معاناة كبيرة ومأساة كبيرة. من أول حرب لهالقيت إنها 9 شهور وإحنا منعاني من كل شيء، منعاني من ناحية المية، منعاني من ناحية الأكل، منعاني من ناحية من كل شيء منعاني، يعني إحنا عايشين بخيام برضه مش مرتاحين، لأيمتى الحياة بدها تضلها هيك؟ يعني الواحد زهق، يعني كتير إحنا تعبنا في هالحياة، يعني من كل شيء منعاني، من كل مش من بس المية، من كل حاجة منعاني. أقر الجيش الإسرائيلي بإصابة 4,021 عسكريا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي، بينهم 2,032 خلال الهجوم البري على غزة. وفي السياق، أكدت مصادر إسرائيلية إصابة عدد من جنود الجيش من بينهم 3 بإصابات حرجة في معركة وهجوم للمقاومة بمحيط مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة. Thank you.
تواصل مصر جهودها المكثفة في تجهيز وإرسال عدد من المساعدات الإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. يأتي هذا فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من هذه المساعدات. المزيد مع مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ما زلنا ننقل لسيادتكم الصورة من العريش ورفح حول ملف المساعدات الإغاثية التي من المفترض أن تدخل إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. ربما كما نرى يعني هذه الشاحنات، مئات من الشاحنات وقد تصل لآلاف الشاحنات عملت على تجهيزها الحكومة المصرية والدولة المصرية. هذه الشاحنات إما كانت تأتي من المؤسسات الوطنية والجمعيات الوطنية بشكل عام، أو بعض يعني هذه الشاحنات كانت تأتي من قبل من منظمات أممية وأيضا من بعض الدول العربية الشقيقة من أجل أن تصل إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. لكن تعنت قوات الاحتلال ومنع وعرقلة دخول هذه المساعدات أدى إلى تكدس هذه الشاحنات على جانبي الطرق وفي المراكز اللوجستية في مدينة العريش ورفح، وأيضا يعني ربما تكدس هذه الشاحنات لفترات طويلة جدا قد يؤدي في بعض الأحيان لفساد هذه المواد الغذائية، ربما مثل المعلبات داخل المساعدات أو داخل الشاحنات. لكن مصر حملت قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن منع دخول المساعدات وعرقلة دخول المساعدات. لذلك من الناحية المصرية تقوم مصر بالحفاظ على هذه المساعدات إما في المخازن اللوجستية المختلفة أو حتى تحركها ناحية معبر رفح المصري، ومن ناحية معبر رفح المصري تتحرك إلى معبر كرم أبو سالم. خلال الأيام الماضية، ربما على مدار الأيام الماضية اليومين الماضيين واليوم، هو لم تتخطى عدد الشاحنات التي دخلت إلى معبر كرم أبو سالم ربما ما يقرب من 60 إلى 70 شاحنة من المواد الإغاثية، ومنها بالطبع شاحنات للغاز. اليوم دخل يعني ما يقرب من 14 شاحنة مواد غذائية، ومنها شاحنات أيضا للبنية التحتية مثل مولدات الكهرباء، ولكن تم رفض الشاحنة الخاصة بمولدات الكهرباء وعادت هذه الشاحنة إلى الأراضي المصرية مرة أخرى. ولكن أربع شاحنات للغاز دخلوا بالفعل وأفرغوا حملاتهم في الناحية الأخرى. لكن كل هذا لا يمنع هذه الاستعدادات المختلفة والمجهودات المصرية لدخول هذه المساعدات من ناحية معبر رفح المصرية، وهي البوابة الوحيدة والأساسية التي تعترف بها مصر لدخول هذه المساعدات إلى الناحية الأخرى إلى الأشقاء. هذه هي الصورة، والآن أعود إليكم. نشرة السادسة تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. روسيا تنتقد توريد إسرائيل أنظمة باتريوت لأوكرانيا وتحذر من عواقب تلك الخطوة. حذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة من عواقب سياسة حال توريد أنظمة باتريوت للدفاع الجوي لأوكرانيا. وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمناسبة تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي الشهر الجاري أن الأسلحة التي ترسل إلى أوكرانيا ستدمر بغض النظر عن الجهة التي تقدمها لكييف. كانت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية قد ذكرت أن مسؤولين من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وأوكرانيا يجرون مناقشات حول تسليم كييف ما يصل إلى 8 أنظمة للدفاع الجوي من نوع باتريوت تمتلكها إسرائيل. أعلنت وزارة المالية الأوكرانية تلقي تمويل بقيمة 20.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري. وقالت وكالة أنباء يوكريون فورم الأوكرانية إن الاتحاد الأوروبي واليابان وكندا وصندوق النقد الدولي من أكبر الجهات المانحة لدعم الميزانية الأوكرانية. وأضافت الوكالة أنه منذ بدء الأزمة الأوكرانية تلقت ميزانية الدولة 87.4 مليار دولار من المساعدات الدولية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد
من تداول عن صدور قرار بإلغاء التوقيت الصيفي بدءا من يوم الجمعة القادم تزامنا مع تطبيق موعد غلق المحال التجارية الجديدة. وأكد إعلامي مجلس الوزراء أنه لم يتم إصدار أي قرارات عن إلغاء التوقيت الصيفي، وأن التوقيت الصيفي والشتوي لهما قانون ولا يحددهما قرار، وبالتالي يستمر سريان تطبيق التوقيت الصيفي دون إلغاء، وذلك وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023، والذي ينص على أنه اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة. تنطلق النسخة الثانية من مهرجان العالمين تحت شعار العالم عالمين، والذي جذب أنظار العالم إلى مدينة العالمين الساحرة. ينطلق المهرجان في 11 من يوليو الجاري، وتستمر فعاليته نحو 50 يوما. تشهد الدورة الجديدة من مهرجان العالمين عدة فعاليات متتالية، يشمل 5 مهرجانات، كل منها يقدم فعاليات متنوعة تخدم فئة عمرية وجمهورا مختلفا عن غيره. بعد النجاح الكبير الذي حققه مهرجان العالمين الجديد في نسخته الأولى العام الماضي، تنطلق الدورة الثانية في 11 من يوليو في إطار تعزيز مصر لقوتها الناعمة والاستفادة من مقوماتها السياحية لتعزيز الدخل القومي. الفرق كبير ما بين السنة دي والسنة اللي فاتت، كل سنة إن شاء الله يبقى فيه تطور أكبر. السنة دي عندنا مهرجان نبتة للأطفال، وده الحقيقة احنا مهتمين بيه جدا عشان ما يبقاش في حد من خارج الأسرة مش موجود في المهرجان. كمان السنة دي في تعاونات مع مهرجانات أخرى زي مهرجان الرياض. كمان السنة دي عندنا مسرحيات ما كانتش موجودة السنة اللي فاتت. لا السنة دي طبعا حجم الشغل أكبر من السنة اللي فاتت بكتير يعني. الدورة الثانية من المهرجان تحمل مفاجآت كثيرة سواء على مستوى المشاركة أو الفعاليات، كما قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تخصيص 60% من أرباحها المنتظرة لدعم قطاع غزة، فضلا عن توفير مزايا استثنائية وتذاكر مجانية لأسر وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة. نحن نقدم مجموعة كبيرة جدا من الخدمات اللي تخص المواطنين المصريين، وهنقدم خدمات جديدة كمان تأثر على إيجابيا على التشاركة معنا، لأن احنا كبريد مصري بنحرص جدا على التواجد في الفعاليات القومية الكبيرة زي العالمين، وبنحرص بشكل اكبر كمان ان احنا نقدم خدمات جديده، خصوصا السنه دي مهرجان نبت دوت هيبقى مشروع كبير جدا ان شاء الله نشارك فيه بشكل ايجابي، وبنحرص كمان ان احنا نتواجد مع حضراتكم بفعاليات جديده وخدمات جديده تبقى فيها مفاجآت ان شاء الله لكل الحضور بمهرجان العالمين. الجهات المنظمه ستخصص شاطئا عاما لخدمه اهالي العالمين لاستقبالهم خلال فتره المهرجان، علاوة على إقامة معظم الأنشطة في الفترة الصباحية على مدار أيام الدورة، ترشيدا للكهرباء والتزاما بقواعد وقوانين الدولة. ويشهد المهرجان أيضا شراكات متعددة بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومجموعة من الكيانات والمؤسسات الاقتصادية، وذلك في مجالات التطوير العقاري والتسويق السياحي. تواجد العرب هنا عشان ننقل لهم ثقافة السياحة الرياضية، نوريهم قد ايه ان مصر مش بس فيها سياحه عاديه، لا فيها سياحه رياضيه، فيها موتور سبورت، فيها ابطال بتنافس على مستوى العالم. الاستثمار الرياضي زاويه اخرى سيركز عليها المهرجان في نسخته الثانيه، من خلال فتح افاق الاستفاده من تنظيم بطولات دوليه لاكتشاف مواهب جديده. وتحت شعار لا حضاره بلا قوه ناعمه، تحتضن الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه مظاهر ثقافيه وتنويريه من خلال أكثر من 50 فعالية تقدم في المدينة التراثية والمنطقة الترفيهية طوال فترة المهرجان. عندنا براندز عالمية موجودة مستعدة تستقبل أي نوع من السياحة، أي نوع من السكان، أي حجم من السكان بكل الليفلز بتاعتهم، تقدم لهم الخدمات بتاعة المطاعم والكافيهات والسهر والسياحة والبيتشز. فالحمد لله عملنا مكان متكامل يقدر ينافس كل الكوميرشال ديستنيشنز اللي موجوده في مصر،
موقع جغرافي فريد تتمتع به مدينة العالمين لتجذب العديد من الزائرين من كافة الدول، حيث استقبلت خلال الموسم الصيفي الماضي أكثر من 1,000,000 سائح، وتحولت إلى قبلة للاستثمار تحفز رجال الأعمال ورؤوس الأموال الأجنبية لضخ مشروعات التنمية والإسكان والتطوير العمراني في مناطقها باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع. والآن وقفة اقتصادية من نشرة السادسة. أخبار الاقتصاد مع ليلى عمر، إليك ليلى. شكراً لكم هبة حسين وأميرة العقدة، وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً جديداً تناول تعريف الممرات الخضراء وأهم أنواعها مع إبراز دورها وأهميتها، وتناول الإصدار استجابة مصر للمناشدات الدولية بشأن الإجراءات المرتبطة بالحد من التغيرات المناخية وتحسين المناخ والبيئة. هذا وأعلنت مصر نجاحها الفعلي في تزويد سفينة حاويات بالوقود الأخضر في ميناء شرق بورسعيد، وهو ما يمثل أولى الخطى نحو التحول لإنشاء الممرات الخضراء. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث استقرت أسعار النفط لتظل قرب أعلى مستوياتها في شهرين، مدفوعة بتوقعات بزيادة الطلب على الوقود في موسم السفر الصيفي واحتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2% لتسجل 86.80 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.1% لتسجل 83.51 دولار للبرميل. وقفزت أسعار المازوت عالميا بنسبة 24% لتصل إلى $2.51 للتر. هذا وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.3% ولتسجل $2.72 لكل 1,000,000 حرارية بريطانية. وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة 1,000,000,000 دولار أمريكي من أجل دعم قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية في النيجر على مدة 12 عاما عبر المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك لتمويل أشد دول العالم فقرا. وأوضح البنك أن هذا المشروع يتضمن تنمية الثروة الحيوانية والزراعة في النيجر على 3 مراحل، مضيفا أن المرحلة الأولى من هذا المشروع والتي ستستمر حتى عام 2029 ستحظى بتمويل يصل إلى $350,000,000، وستركز على اعتماد التكنولوجيا الذكية مناخيا وتحسين نظم الري وتعزيز الممارسات الزراعية والحيوانية الجيدة. أعلنت حكومة سريلانكا التوصل لاتفاق لإعادة هيكلة الديون مع دول من بينها الهند وفرنسا واليابان والصين، وذلك في خطوة نحو التعافي الاقتصادي للبلاد بعد التخلف عن سداد الديون في عام 2022. ومن المتوقع أن تعيد صفقة معالجة الديون فتح الأبواب أمام المعاملات الثنائية مع الدول واستئناف المشاريع الأجنبية التي توقفت عندما عجزت الدولة عن السداد، حيث تخضع سريلانكا لبرنامج إنفاذ من صندوق النقد الدولي وكانت سريلانكا قد أعلنت عن إفلاسها في إبريل من عام 2022، وعلقت سداد حوالي $83,000,000,000 من القروض المحلية والأجنبية، بينما يأتي الاتفاق الجديد بتغطية تبلغ إجماليها 10 مليارات دولار. تباطأت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى لها منذ 11 شهرا في يونيو الماضي، وبقيت عند مستوى أقل من 3% للشهر الثالث على التوالي. وأوضحت وكالة الإحصاء الكورية الجنوبية أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.4% على أساس سنوي في الشهر الماضي، بعد أن زادت بنسبة 2.7% على أساس سنوي في الشهر السابق له. وكان هذا الشهر هو الثالث على التوالي الذي يتباطأ فيه التضخم، وسجل رقم يونيو أدنى مستوى منذ يوليو
لعام 2023 عندما ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2.4%. قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن اقتصاد بلادها ينمو أكثر من دول أوروبية أخرى على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي والوضع الدولي الحساس الراهن. وأضافت ميلوني في رسالة إلى الاجتماع السنوي للرابطة الوطنية لشركة التأمين أن بيانات الاقتصاد الكلي الوطنية إيجابية وتمثل وتيرة بعض المؤشرات من نمو العمالة إلى زيادة الاستثمارات علامات مهمة على الثقة في مستقبل اقتصاد إيطاليا، مؤكدة عزم الحكومة على تعزيز هذه الإشارات ومنحها الاستمرارية. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لهبة وأميرة لاستكمال ما تبقى من النشرة إليكم. شكرا لك ليلى. استقبل وزير الداخلية محمود توفيق وكيل الأمين العام لعمليات السلام بمنظمة الأمم المتحدة والوفد المرافق له خلال زيارته إلى مصر. وخلال اللقاء تم التباحث حول سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في إطار دعم جهود المنظمة الدولية في حفظ السلام والأمن الدوليين. كما أكد وزير الداخلية حرص الدولة المصرية ووزارة الداخلية الدائم على إفادة كوادرها المتميزة من الضباط وعناصر الشرطة النسائية عقب تأهيلهم بالمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع للوزارة لصقل مهاراتهم بالخبرات والقدرات التي تمكنها من تعزيز جهود المنظمة الدولية في حفظ السلام وصون الأمن الدوليين في ضوء التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. نهاية النشرة، ولم يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. الحكومة الجديدة تؤد اليمين الدستورية غدا أمام الرئيس السيسي، وتحسين الخدمات للمواطن وتشجيع الاستثمار في صدارة الأولويات. رئيس مجلس الوزراء يعلن عن مشروع استثماري في الساحل الشمالي الغربي باستثمارات تقدر ب 21 مليار دولار. واشنطن تؤكد العمل مع القاهرة والدوحة لوقف إطلاق النار في غزة وتجدد التزامها بدعم مقترح بايدن للهدنة في القطاع. انتهت نشرة السادسة من التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء.